أنت شخصيا ليس لديك حرج من سماع الموسيقى؟ لا، هي مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، ولا أرى من حرم الموسيقى متشددا، كما لا أرى أن من أباح الموسيقى مميعا. هل المسألة قطعية؟ قولا واحدا ليست قطعية. نعم، أكثر العلماء حرموا سماع الموسيقى بناء على ما شاع من اقتران الموسيقى بالخمر والزنا والأشياء الأخرى. وهناك من العلماء الأكابر كحجة الإسلام الغزالي، كشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي، كابن حزم، وغير أكثر من 30 عالم ارتأوا أن حكم سماع الموسيقى متصل بأثرها على المستمع، قد يأثم وقد لا يأثم في السماع، على أن الإكثار منها بحيث تصبح هي ديدا عوضا عما فيه نفع، هذا محل نظر. طيب أنت لم تقتنع بهذا الكلام ورأيت أنها محرمة، حقك، لا تسمعها يا أخي. غيرك رأى أنها ليست محرمة، وهو يستند إلى من يستند إليه من أهل العلم ولهم أدلتهم التي لم تعتد بها أنت، احترم الذي قال هذا القول. تقول بأن صناعة